قوارب المهاجرين تواصل اجتياح السواحل الأوروبية وتخلف حالة استنفار قصوى استدعت اجتماعا عاجلا لوزراء الداخلية الأوروبيين ببروكسل. اجتماع يأتي على خلفية الأزمة الدبلوماسية التي تفجرت أخيرا بين باريس وروما بشأن سفينة أوشن فايكينغ للمهاجرين غير النظاميين. بالإضافة إلى ذلك يبرز الخلاف الأوروبي عن المسؤولية المشتركة لدول الاتحاد المتعلقة بآلية التضامن المشترك عن الهجرة وإحياء الإصلاحات التي قدمتها المفوضية قبل عامين، غير أنها لم ترى النور بسبب انقسام الرؤى بين الدول الأعضاء. الحرب الروسية على أوكرانيا زادت من عمق الأزمة مع احتمال تدفق موجة جديدة من الأوكرانيين الذين حرم الملايين منهم من الكهرباء والتدفئة بسبب الضربات الجوية الروسية. وما يغذي المخاوف الأوروبية أيضا تزايد عدد الوافدين إلى أراضيها عبر طريق غرب البلقان، حيث تشير آخر إحصائيات وكالة الحدود الأوروبية إلى ارتفاع أعدادهم بنسبة 190% مقارنة بالسنوات الماضية. وسياسة المصير المشترك لا زالت تربط بريطانيا بدول الاتحاد رغم خروجها منه، فالهجرة عبر بحر المانش أجبرت لندن على التنسيق مع باريس لمراقبة حدودها مقابل 74 مليون دولار. ويأتي الاتفاق عقب إعلان وزارة الدفاع البريطانية أن عدد المهاجرين غير النظاميين الذين عبروا المانش منذ بداية هذا العام قد تجاوز رقما قياسيا بلغ 40 ألف مهاجر.